ترسيخ ثقافة بيئية لدى المواطن من خلال تنظيف المحيط وجمع القمامات هو ما يسعى أعوان النظافة تبليغه من خلال هذه الحملات. نقوم بحملات يعني خاصة يوم السبت خصوصا، اللي نحاول ندارك فيها بعض الأمور وبعض النفايات نرفعها اللي ناتجة عموما على سوء التصرف تاع بعض المواطنين، يعني خاصة على الطرقات الكبرى. جندنا أكثر من 300 عامل بالإضافة إلى 25 شاحنة بمختلف الأحجام. استمرار رمي النفايات بطرق عشوائية يقابله إصرار لتنظيف المحيط وإعادة إعطائه صورة لائقة رغم المشقة والمخاطر. احنا رانا نخدموا هنا في طريق سريع، والطريق السريع هذا فيه مخاطر الأخت، والمواطن هذا يا لازم يحترمنا احنا شخصيا، عمال النظافة يحترمنا، كويس كرانا نتعبوا بزاف يا لله، رانا نخدموا 24 ساعة على 24 ساعة وما لحقناش. احنا العمل هذا راه يومي كما راكم تشوفوا هكذا، نتلاقوا صعوبات بالنسبة لمستعملي السيارات هذون، يرميوا يستعملوا الرمي العشوائي، يعملوا على الرمي العشوائي للفضلة قراع لي غوبلي لي ساشي. الخدام هنا كي يروح منا راه في ريسك. احنا نطلبوا من المواطن خاصة مستعملي طريق السيارة هذا ما يعملوش على الرمي العشوائي للفضلات. نشر الوعي البيئي ضرورة حتمية، وجب أن تعمم عبر كل أنحاء الوطن.